صديق الجزر شكون هو الدراب؟ طب قديه العلم؟ خويا فما ب 10 وفما ب 7 10,000 هذيك اختي. من هارة اللي قعدوا في الكرسي تونس مرات كان الهول والعذاب والمقاسات. تونس نجم يتحملوا كل شيء، نجم يتحملوا صدف العيش، نجم يتحملوا قدر معقول من غراء الأسعار ويضحيوا على خاطر بلادهم، أما ما ينجموش يتحملوا يتسكت بالدم التونسي تأخير تبلاء تونس. إيش بيهم يتصورونا نسينا دم سكر بالعيد؟ قلنا لهم ما نسيناش، ما ناش ناسين وما ناش باش نسعوا. هذاك علاش اليوم بالضغط الشعبي المدني السلمي يلزمهم يخليهم مواقعهم للكفاءات التونسية اللي مليانة بها البلاد بس يقودوا بقية المرحلة الانتقالية ونتعدوا بر الأمان. والله نحن نطالبوا حل المجلس التأسيسي وكل السلطات المنبثقة عنه، ونطالبوا زيادة نحيو التأشيرة للنهضة. نحب أنا نطالب تحقيق كيفاش سي فرحات الراجحي عطاهم تأشيرة، خاطر هما نورمالمون من الأول ما يتحصلوش على التأشيرة وما نجموش يتقدموا للانتخابات. رانا ما وصلنيش للوضعية هذه. برا يا محرزية شمت فيك الخلق، برا يا محرزية يهلكك، برا يا غرنوشي يرجك ميت ميت الشرط ميتات، يجعلك إن شاء الله ميت في دارك، يجعلك مكسيدون بجاه الرسول، عريتني عريت، قريتني قريك، جوعتنا يجوعك، يهلكك 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 هلاك نزاز اللي في جبر، عريتنا بكيتنا، يتمت أولادنا، ذبحت لنا أولادنا، قتلت لنا أولادنا، يا الرق مقتول يموتك عرق بعد عرق. ويا انقلابي ويا السمسار ويا الزيراك عملت العار وثورتنا ثورة احرار. يلا ارحل يا انقلاب، يلا ارحل يا انقلاب، ارحل ارحل يا انقلاب، ارحل ارحل يا انقلاب. الاعتزاز بالله والاستكانة له، الاعتزاز بالله والاستكانة له، الاعتزاز بالله والاستكانة له. حذاري حذاري من الإعلام الأحول، حذاري حذاري من الإعلام الأحول. أصلاً هو أعور وأحول وعمل في الأكل، أنا كان جاي ياخذ نفسي يعمل فيه. حذاري حذاري من الإعلام الأحول، انتباه انتباه يا رجال الاتجاه، انتباه انتباه يا رجال الاتجاه، انتباه انتباه يا رجال الاتجاه. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين. طبعا في هذه يعني في مثل هذه الحالة التي تشهدها البلاد التونسية من انقلاب على مسار الانتقال الديمقراطي، تدعو حركة النهضة مع مجموعة من الأحزاب الوطنية منها أحزاب الترويكا وغيرها من أحزاب الممضي على الائتلاف من أجل دعم المسار الانتقال الديمقراطي. غدا السبت 3 أوت كل مكونات الشعب التونسي للتصدي لهذه الهجمة الانقلابية في إطار مسيرة ووقفة مليونية غدا إن شاء الله ستكون تجمع كل التونسيين تحت شعار وحدتنا نجح، وحدتنا نجح ثورتنا. غدا إن شاء الله موعدنا في القصبة مجتمعين كل التونسيين ضد هذا المسار الانقلابي، ضد هذا الانقلاب على المسار الانتقال الديمقراطي. منافق خواني
الله والصلاة والسلام على رسول الله. حابين نعطيو مساج لخويانا، رانا هنا موجودين لدعم الشرعية، ونحب نقول لخويانا اللي معتصمين في اعتصام الرحيل، احنا رانا ماناش نكرهمش، رانا دايما نقولوا لهم خويانا هما تونس، وتونس هذيا راهي تهز الناس الكل، تبقينا راهو اللي يحب يطيح الحكومة، راهو فما حاجتين، يا إما المجلس التأسيسي يحل الحكومة، وإلا صندوق الانتخابات، ولهذا ما نحلوش ناخذوا من دماء الشهداء، معناها عبارة كما نروحوا نتاجروا بها، نستناو باش مازال ثلاث شهور بإذن الله ولا أربع شهور، تجي انتخابات وبإذن الله اللي عنده ما يقول يتفضل. ورب يوفق الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. نحن هنا انا وجدتي انا وعائلتي باش جينا باش ننصروا للشرعية مع حركة النهضة، ونحن رانا كلنا مواطنين، كلنا اخوة. والسلام عليكم. السلام عليكم. ان شاء الله كل شيء بالبركة. نحب النهضة، مادام شعب تونس كله متوحد ان شاء الله النهضة راسها ديما الفوق، ان شاء الله ديما كيكة. لا مجال للانقلاب، لا مجال للانقلاب، لا مجال للانقلاب. Gracias.